السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نشارك معكم ان شاء الله هذا القميص، ولا خدمته وكملته، ولكن نشاركوا معكم باش تشوفوا الرندام ما شاء الله كيفاش طلعت. لحقاش هاد الحصيره درتها معكم وعاود درتها، ما بغيتش ندير فيديو من الاول، قلت نشاركوا معكم. وهو شو تبارك الله الطوق كيفاش جا والطرس كيفاش جا، وهاد الدرس ما شاء الله، واخا انا اللي خدمته نبقى نقول ما شاء الله ما شاء الله. البنات اللي كيخدموا الراندا والاتقان، كنتمنى يكون الاتقان مزيان مزيان في هاد الحاشيه هذه، ها والثوب الدقه تكون هي هذيك. شوفوا الحصيره كيفاش دايره، شوفوا وهاد هاد سميتو الصديفه هذه، وهاد الطريس، ها هو الثوب كامل، وهاد الطريزه هذه بالصم، ترصو بالصم الابيض والصفر. لحقاش هو في هاد الزواقات هادي في الصفر وهادي في الابيض، داكشي باش جات ليها الزواقه، ولكن الخدمه جات فيه ما شاء الله. كاين بعض المرات حتى الحرير كيعاون في الراندا، راه مولات الراندا اللي كيخدموا الراندا كيفهموني تبارك الله ما شاء الله. كاين شي حرير كيعاون حتى في الخدمه، كيجي حصيرانيت وكيجي رقيق. شوفوا الخدمه كيفاش دايره ما شاء الله ما شاء الله كيفاش دايره. شوفوا الزواقه كيفاش جات، الحصيره طلعت ما شاء الله. وشوفوا هاد البليصه هذه كامله كلها جات غزاله كتحمق، شوفوا الحصيره اللي تحت، وجات هاد الطريس هذا ديال الافتتاحات ما شاء الله. وعاود درت الكمام حتى همايا، هاد الزويبقات هادو هادي اللي بسميتو تجي زوينه في الحصيره، كاينه دابا بزاف كيخدموها دابا بزاف البنات. كاين اللي كتخدم الحرير تدير شي لون اخر كتختلف اللون. اسمحوا لي ضربني البرد ديال بصح، راك عارفين هاد الجو هذا كلشي ضربو البرد. وهنايا ديما ملي كنحلو هاد الفتحه هادي كنخلي واحد جوج عيون باش كيجينا هاد الطرس ما يجيناش مراكب، كيجيني واحد الفرق ديال هاد الافتتاحه هادي. كنخليو جوج عيون، عين من الجهه اليمنى وعين من الجهه اليسرى باش كتجينا مختلفه. وهادو تاني يجيونا مزيانين، وكنعبروا بين هادي وهادي باش كان ديما بين هاد سميتو كناخذوا العبار، وناخذوا العبار عادي تاني من هادي لهادي، ونفس الخدمه من هنا من جهه اليمين ومن جهه اليسرى، باش ملي كتلبس المراه القميص ولا قفطان ولا سميتو، العين ملي كتشوف الحاجه شفتو تبارك الله الحصيره كما قلت لكم، والطريس ديال جوج ديال ثلاثه وعليه السنينات بالصم، ها هو الطريس ديال ثلاثه والسنينات بالصم، ولكن كيجي ما شاء الله. والثوق والفينيسيو من هنايا ها ديما يكون الحاجه متقونه، شوفوا الفينيسيو من الداخل، يعني خصو يكون الحاجه مفينيه من هاد الجهه هادي. هادي راه ملي كنقسموا هاد القسمه هادي راه كان تنخليو واحد مثلا هاد الرندانه عندي فيها 8 سنتيم، كنخلي 4 سنتيم ديال الثوب و4 سنتيم من هنا، وداك 4 سنتيم كنقطعهم ونخلي غير شويه ونفيني من هنايا يعني. باش ما يكون داكشي عشوائي، ويكون راه الحاجه ديما مفينيه، راه كتكون زوينه من اي حاجه، اي دومين يدوي راه فينيسيو كيعطي دور كبير للخدمه، كتكون الخدمه متقونه مزيان في الفينيسيو. ملي كيكون الفينيسيو ما شاء الله تتكون الحاجه مزيانه. وهنا درت 8 ديال السنتيم، وهنا درت 4 سنتيم، والراندا راه كنخدمو كنبداو مثلا من هنايا وكندورو كنجيو ندورو حتى لهاد الجهه هادي، وداك الخيط اللي بقى ليا في الراندا هو اللي كندور بيه عاوتاني للدرس باش يجي داكشي مفيني مزيان. والملاقيه تبارك الله حتى هي يا هانتوما يا الملاقيه خصها تكون يعني الاتقان الاتقان الاتقان، ديما كنقولها لكم في الخدمه ديالي، وغنوريكم عاوتاني لكم كيفاش جا لكم. شوفوا كيفاش جا لكم في شي جوج سنتيم ونص ديال الراندا حصيره، ودرت ليها الطريزات هادو هاد الفي
بالبيض تاني عاوتاني والصفر، وكيجي هادشي متقون بزاف، والضريس ديال ثلاثة وعليه الصم. هاد الصم البنات راه كيجي شويه صعيب في الخدمه بزاف، وهنا كيفاش تلاقي وهاد الملاقيه وما تبانش ما تعطيناش، والفينيسيوم لداخل عاوتاني شوفوا كيفاش الفينيسيوم لداخل تيكون فيني هادشي مزيان. الخدمه ديما الفينيسيو هو كلشي. هانتوما يا وهاد القلبيه رانا كفيت حاطه لكم القلبيه كيفاش كنخدموها، ها هي كيفاش كنخدموا هاد القلبيه من هنايا. راه ديما كنقطعوش حتى نخدموا شحال ما بغينا، كنطويو الطوب نطويو من هنا ونطويو من هنايا ونضربوه بالبره هكايو الخيط ونخدموا ونبقاو نعبروا تنبقاو نعبروا حتى تنوصلوا شحال ما بغينا. بغينا 6 سنتيم، بغينا 4 سنتيم، بغينا 3 سنتيم، بغينا داكشي قدماش ما بغينا في العرض عاد باش كنقطعوا من هنا ومن هنا. انا نوريكم التقطيعه، انا راه فايته حاطه لكم، ولكن اللي ما شافش الفيديوهات الاخرين تشوف هذا باش تفهم اشنو كيفاش التقطيعه. ها هي التقطيعه، كنقلبوا هذا التويب هذا على هذا الشيء وهذا لهنا عاد باش ملي كنوصلوا قداش ما بغينا قداش العبار اللي بغينا 3 سنتيم 6 5 هذا درت فيه 8، ملي وصلت 8 قطعت راه كان التوب عندي حتى لهنا، هذا باش قطعته انا وخليت هذا الشيء وفينيتو. كنقطع التوب من هنا كنقطع التوب ثاني من هذه الجهه هذه عاد باش كنطلعوا نيشان. حنا حيت هنا كنبقاو نزيدوا شحال ما بغينا كنبقاو نزيدوا حتى تيولي عندنا داك السنتيم اللي بغينا في العرض. هذا باش كنطلعوا نيشان وهذا هو سميتو. شوفوا الفينيسيو كي داير من الداخل، ما عمرنا ما نقولوا غير من برا العين، حيت السيده ملي غتحقاش ما غنخدمش الراسي، هذا القميص ماشي الراسي راه للناس، غتمشي غتقلبو غتبغي تصبن وتبقى من التف كامل تبقى الفينيسيو تلقى التوب خارج كامل، يعني السيده غتمشي غتدي تصبنو لراسها غتقلب التوب غتلقى داك الشيء كلشي مشي نتف كلشي ماشي هو هذاك. اللهم نفيني مزيان السيده ملي غادي تجي تصبن القميص غتلقاه نفيني مقاد تقلبو تلقاه بحال برا بحال داخل، ما تلقاش داك الشيء مشي نتف داك الشيء ماشي هو هذاك، يعني نفيني. وراه الا فينيتو راه الخدمه كتبقى عندكم ديما مزيانه، واللي جا عندكم ما بقاش غادي يمشي لشي بلاصه اخرى. يعني الكليان انت اللي ما كتبغيش تخدم ما عندكش عندك بزاف، يعني بحالي انا الحمد لله والشكر لله مع الناس عمري ما لقيت شي مشكل. الناس كتزيدني ناس خويين، جاتني مرا كتجيب اختها كتجيب بنت عمها كتجيب جارتها كتجيب خالتها كتجيب، يعني حتى تتولي عندي العائله كامله كتخدم عندي، خصني غير انا نبغي نخدم وانا زايدون تاني ما غنعطيش الخدمه لشي حد اللي ما غيخدمش ليا بحال راسي. ملي كتكثر عندي الخدمه تنعطي انا للبنات اللي تعلموا عندي، انت انا كنعلم البنات في الدار كنعطيهم الخدمه ولكن كيكونوا تيخدموا بحالي ما يخسروش ليا وجهي. وكتدي المراه الخدمه كتعجبها كتشوفها عندها وحده اخرى كتجي وحده اخرى وحده اخرى، والحمد لله الخدمه نقيه والخدمه زوينه الحمد لله. تنتمنى البنات اللي كيتعلموا يفيني، والفينيسيو راه هو كلشي البنات، الفينيسيو الفينيسيو ثم الفينيسيو والخدمه الاتقان. الخدمه كنخدم على جوج ما كنخدمش على ثلاثه نهائيا، انا واخا تقول لي شي وحده نعطيك خدمي لي انا على ثلاثه ما كنعرفش نخدم على ثلاثه، كنعرف نخدم الرقيق صافي هو اللي تعلمت له هو اللي كنخدم عليه. تنتمنى تكون وصلتكم الفكره، وشكرا على المتابعه وعلى الدعوات وعلى الكومونتيرات اللي كتكتبوا ليا، الله يخطيكم عليا بكم باش كبرت القناه ديالي وبكم باش كتعطيني الطاقه باش ندير فيديوهات اخرين. وشكرا بزاف والمتابعه للفيديوهات ديالي باش يجيكم الجديد ان شاء الله، وشكرا وبزاف بزاف بزاف. السلام عليكم.